أخبار الصفقات هي التي دائما تطفو على السطح. الآن اللاعب باسم مرسي لاعب نادي الإنتاج الحربي موجود في أروقة نادي الزمالك للتوقيع. السيد المستشار مرتضى منصور، مساء الأنوار يا مرتضى بيه. مدحت، كل سنة وأنت طيب. سنة طيب، رمضان كريم عليك وعلى كل شعب مصر. واحنا بس حته سياسه كده قبل ما نتكلم في الكوره، اتفضل. عايز اقول للي موتوا 2 ضباط امبارح، انتوا في مزبله التاريخ والله العظيم. اوعى تفتكروا ان الشعب المصري اللي بتعملوه دون بالعكس بيزيد كراهيه ليكوا. في رمضان شهر الحرام اللي ممنوع، انه ممنوع لفظ حتى بزيه يطلع، بتقتل، بتحط قنابل، بتقتل المصريين. انا عايز اقول لك، في والله العظيم مش عايز اقول لك كم الكراهيه للمصريين بيكرهوا الناس دي دلوقتي. انت استفدت ايه؟ الراجل بتاعك مش هيرجع لانه فاشل وانه عبيط، مش هيرجع خلاص، بيتحاكم. انت بقى عملت فجر في المصريين، بتقتل في المصريين. بقول لك تاني، اوعى تفتكر دون هيخلي مصر ترجع ورا تاني. مصر مش هترجع ب 30/6 ابدا. طبعا والله العظيم يا استاذ مدحت، مش هقول لك حزن المصريين امبارح على الضباط وعلى الاثنين، على ال 12 او 13 او قبلها بيوم، العساكر الغلابه اللي هم لسه في عمر الزهور اللي راح يقتلهم في رفح. هستفيد ايه؟ مصر مش هتبقى على العراق، مصر مش هتبقى سوريا، مصر لان ربنا هو اللي حاميها في القران الكريم. صحيح. انا بقول والله العظيم مزبله التاريخ، انتوا وناسكم واللي متصور في يوم من الايام اللي بتعملوا ده هيهرب المصريين. لكن انا عايز بس اقول للسيد الرئيس كلمه واحده. هو ده، انا طول عمري في مجلس الشعب ضد قانون الطوارئ، طول عمري على فكره 5 سنين في المجلس ضد قانون الطوارئ. انا بقول له يا فندم دلوقتي لازم يتعمل قانون طوارئ للارهاب والبلطجه. لازم احمي الشعب بقانون طوارئ. سيبك من جمعيات حقوق الانسان وحموم الانسان والقرف اللي احنا فيه ده. فانا بقول لحضرتك من فضلك المصريين ارفوا، اعمل قانون طوارئ للارهابي. الارهابي والبلطجي ده ملوش حاجه عندي. نعم. احمي ازاي؟ احمي واحد كل يوم بيقتل؟ احمي عيل صايع في محطه مترو عشان يبيع ولا ما يبيعش، يبقى مطلع سنجه وسيف ويقعد يقتل في الناس. فالقانون لازم يتعمل قانون الطوارئ. وانسى بقى جمعيات حقوق الانسان والقرف اللي قال لي قبيضه من بره، وامريكا نفسها فيها قانون طوارئ. امريكا بعد احداث سبتمبر يا سميتها هتتعرف قانون طوارئ ده عملوا في جونتيمالا دي اللي كانوا بيقلعوا ناس هدوم ولا في العراق، واخد بالك. فانا بقول له من فضل حضرتك، قانون اللي انا ضده طول عمري لان انا اتكويت بيه من زكي بدر، بقول لحضرتك من فضلك اعمل قانون طوارئ. حضرتك في ايدك دلوقتي السلطه التشريعيه لغايه ما تعمل مجلس نواب، وما تسالش في حد. مصر وامن المصريين اهم من اي بني ادم بيجعر وبيقبض من قطر او من امريكا. ان شاء الله الامور كلها هتبقى على خير. واجز امحك بدات انه هذه الامور اطلاقا لن تثني اراده المصريين على الاطلاق في المستقبل اللي هم ارتضوه. طيب نروح بقى لكره القدم يا مرتضى بيه. الله يخليك. دلوقتي باسم مرسي عند حضرتك. تعالى يا باسم كلم استاذ مدحت. طيب وهكلمك تاني، وهكلم حضرتك تاني اكيد. خلي بالك ده سابق ليك اهو. طبعا طبعا طبعا. يا باسم. مساء الانوار يا باسم. مساء الانوار يا كابتن، عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. ما يعني نقول مبروك؟ نقول مبروك يا كابتن، اخيرا نقول مبروك يا كابتن. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. انت وقعت خلاص للزمالك. انا وقعت النادي الزمالك، وشرف لي انا العب في نادي الزمالك يا كابتن مدحت، وناس محترمه وقدرتني ودايما يا كابتن الحمد لله بروح النادي الاقوى، يعني الحمد لله هو النادي الاقوى اللي يقدر يخلصني من نادي الانتاج الحربي. وتم اصدار الاستغناء من الانتاج الحربي خلاص؟ لا لسه ان شاء الله، بكره ان شاء الله يا كابتن. لكن في اتفاق تم يعني. وانت سعيد ومبتهج؟ كنت بتكلمني من يومين كده ما كنتش سعيد، انا شايفك صوتك سعيد ما شاء الله دلوقتي يا كابتن. يعني انت كنت بتكلمني من يومين كان صوتك راكد وضعيف، دلوقتي انت صوتك مبتهج. ايوه يا كابتن، عشان بس يا كابتن عند النادي الانتاج وكده وبعدين يا كابتن يعني النادي الانتاج كان معاصلك وكده وما كانش عايز يسيبني وكده، بس نادي الزمالك دخل في الصفقه وخلص وقدر يخلص يعني، ورغبتي ان انا العب في نادي الزمالك يا كابتن. ودي رغبتك، انا عارف. انا عارف. مبروك يا باسم، وان شاء الله بكل توفيق يا حبيبي. شكرا يا كابتن. اديني بقى مرتضى بيه اكلمه. ماشي يا استاذ مدحت. دي حاجه على الصبح خلصت. تم الاتفاق مع الانتاج خلاص؟ مع رئيس النادي ومع الناس هناك، شخصيات محترمه، واتفقنا على المبلغ والشيك طالع رايح في الطريق لنادي الانتاج الحربي. والصفقات المحترمه دي اللي بتبقى من باب سواء من اللاعب او من النادي بتاعه، اعتقد بتبقى صفقات يعني محترمه. مفيش كلام. نقدر نعرف قيمه الصفقه يا مرتضى بيه؟ اللي هو مع النادي ولا مع اللاعب؟ لا مع النادي.
مع النادي 5 جنيه ومع اللاعب 7 جنيه. انت لو قلت لي مع اللاعب كنت هقول لك لا دي ارزاق، لكن النادي عادي يعني ما فيهاش مشكله. لسه احمد حسام دلوقتي كان بيكلمني بطمن على الولاد. نعم. عارف ليله ماتش الاهلي والزمالك انا خدت 1,000,000 جنيه وقلت كل لاعب 50,000 قبل الماتش. قبل الماتش وسبنا الفلوس مع سيد بيه متولي مدير شؤون اللاعبين هناك. دلوقتي بقول له هبعت لك مع العميد احمد سليمان 500 جنيه لكل لاعب حافز لماتش بكره. طبعا انا بهزر طبعا، ماتش بكره جدا جدا. عايز اقول له بقى ادي 50,000 رجعنا بقى 500 تاني. بالظبط. بيتدربوا كويس احمد صلاح مع عبد الحليم علي مع طبعا رئيس الجهاز. ايه سبب التغيير ده مرتضى بيه؟ والله انا عايز ناس تساعد. اولا احترامي لعبد الرحيم محمد وكابتن احمد عبد الحليم، ده شيء يعني. عندنا اجتماع مجلس اداره، يمكن دلوقتي اتكلمنا احنا عندنا اجتماع مجلس اداره. اللي عايز اقول لك انه دول ولاد النادي وادوا دورهم، لكن ممكن انت بتقول يبقى احيانا محتاج تضخ دم جديد عشان تنشط، لكن ده ما يمنعش انهم كانوا ناس كويسه وناس ادوا واجبهم. لكن ده قرار المجلس مش قرار الكابتن حسام. لا بس احنا برضو قرار مجلس بس عرض على الكابتن احمد حسام. واخد بالك. واختيار محمد صلاح وعبد الحليم علي والابقاء على مدحت ده اختيارهم كلهم مع بعض. لا هو اختيار موفق ما فيش كلام يعني. طيب نتمنى. انا قلت قبل كده دي مباراه قبل الماتش على فكره، يمكن لو انت شفتني يومها وقلت المكسب الوحيد في المباراه دي هي عوده العلاقه بين مجلس اداره الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي واتحاد الكوره. وعلى فكره النزول للملعب وسلام يعني كان اقتراحي، وان احنا نبدا بالاهلي ولادنا في النادي الاهلي ده اقتراحي، ونبدا بدكه الاهلي فتحي مبروك والمجموعه المتميزه اللي معاه اقتراحي. وفي النهايه عشان كده ما حدش زعل، ليه؟ دي مباراه فيها توفيق وعدم توفيق. طبعا عوده العلاقه بين الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي اعتقد قدام مصر كلها والعالم العربي ده كان اهم مكسب في المباراه دي حقيقه والله. طيب بالنسبه لباسم علي واحمد صبري، احمد صبري ان شاء الله احنا برضه اوشكنا على الانتهاء بالتعاقد معاه ان شاء الله مع حرس الحدود ان شاء الله باذن الله. احنا بس بنستاذن برضه حرس الحدود او نادي الانتاج او الطلايع ليهم قيادات برضه، تعرف لهم قيادات في القوات المسلحه. فاحنا دايما بنستاذن. انا رحت قابلت القيادات دي واستاذنا، وان شاء الله باذن الله خلال ال 24 ساعه هننهي كل الولاد بتوع البيكيشن ان شاء الله. طيب باسم علي المقاولين، باسم علي انا ما عنديش مشكله معاه. باسم علي اعتقد انه هتوقف سنه. ليه بقى؟ لانه هو جه مدى رغبه واستماره، خلي بالك. يعني مضى رغبه واستماره في نادي الزمالك كويس. ما فيش حاجه تقول لك اصل هو شيحة ضحك عليا، لا انت جيت وتصورت ومضيت برغبتك. لو انا النهارده سمحت لاي لاعب يمضي النهارده، انا هفترض الاهلي الاول وبعدين يرجع يمضي للزمالك تاني وبعدين تاني يوم يمضي للانبي، ده يبقى مش هيبقى كره قدم. لا هو الحقيقه ان جيت للحقيقه مرتضى بيه، هو الصح 100% يصدر الاول الاستغناء بتاع اللاعب من النادي. بالظبط. ان احنا استاذنا الاستاذ بعتنا السيد شريف حبيب على فكره. وشريف قال ابتدوا التفاوض مع اللاعب. اللاعب مضى استماره ورغبه. اوكي. اللاعب كلمني قبلها بيوم، لا والده اللي كلمني اول امبارح وهو كلمني امبارح. فانا ما يعني ما انا لا اتلقى تليفونات، انا بتاع ورق. حضرتك ماضي استماره ورغبه. اللي انا عرفته قبلها بيوم انه من خال الولد انه شريف حبيب جاب الولد وقال له لو الزمالك دفع 1,000,000,000 مش هوديك الزمالك، ولو الاهلي دفع 5 جنيه هوديك الاهلي. ده كلام مش هيتقبل لان انا عامل بلاغ للنائب العام خلاص. ليه؟ مش عشان لاعب، علشان النهارده لو انا جاي النهارده هتقول لي طب الشرطه، الشرطه لولا انا عامل عقد مع الشرطه كنت دافع فلوسي من 15/5 او 16/5. واخد بالك؟ ما ينفعش النهارده انا اشتري شقه سميتها النهارده انت عايز تشتري شقه وعملت العقد بتاعها تمام النهارده 10 قروش، ما يجيش صاحب البيت يقول لك بعد اسبوعين ثلاثه لا اصل في نهر النيل اتعمل قدامها انا جاي لي واحد ب 15 انت ماضي. بس في حاجه مرتضى بيه طبعا، هو اللاعب يمضي بس لا قيمه للتوقيع بدون الاستغناء، ولا قيمه للاستغناء بدون توقيع اللاعب. يا ريما موقع وقع عند حضرتك. أيوة، لكن ما وقعش على الاستغناء كرغبه للانتقاء. رئيس الوزراء مش عشان هو رئيس الوزراء، عشان ده كان النادي بتاعه اللي هو كان رئيسه في يوم من الايام. بعت له، حصل مكالمه بينه وبينه، بعت له امبارح توقيع اللاعب وبصمته على استماره الرغبه او على الاستغناء. واخد بالك؟ وانا كل اللي انا عايزه النهارده انا عارض على النادي بتاع المقاولين العرب 3.5 مليون، واي نادي تاني سيبك من الاهلي ملوش ذنب في القصه، الاهلي من حقه انه يكافح ويجاهد ويجيب طبيعي اللعيبه يعني. بالظبط. ده دوره يعني، دور النادي الاهلي ومجلس اداره يعمل كده. صحيح. ما عنديش مشكله مع النادي الاهلي خالص. انا النهارده انا عندي لاعب ماضي رغبه عندي. نادي المقاولين بيبيعه مثلا
قال 3 مليون. انا قلت له اشتري منك 3.5. اه لو هو باعه بال 3 مليون يخش السجن رئيس نادي المقاولين. او ترجع على اللاعب بقى وفقا لقانون الكوره. نعم لان لا ثانيه واحده عندي هنا اهدار مال عام. اه نمره واحد انت راجل قانون وعارف اداره شرطه اللي هو شرطه ده اهدار مال عام. انا راجل دي شركه مقاولين العرب دي شركه حكومه. انا بقول لحضرتك بتقول لي نرجع لرغبه اللاعب. بقول لك انا عندي رغبه وبعتها له النهارده الاخ شريف برضه. رغبه اللاعب. رغبه اللاعب هي المشكله على فكره هي في اللاعبين هم بيروحوا يمضوا رغبات. امبارح كلمت السيد جمال علام وحكيت له القصه قال لي احنا عندنا لائحه بتطبق على الكل. هو مضى رغبتين بيتوقف اللاعب لمده سنه. بيتوقف لمده سنه؟ انا اعتقد ان بتبقى غرامه ماليه اعتقد 50,000 جنيه. طيب بالنسبه لحسين السيد هل في اي رد من مصر المقاصه؟ هو امبارح مصر المقاصه بعت رد ان هم عندهم استعداد يقولوا بعته لكم امبارح وقالوا لكم 24 ساعه تردوا علينا. ما ردتوش عليهم عشان احنا لسه عندنا اجتماع مجلس اداره دلوقتي. اوكي اعتقد كده يبقى يعني وفقا لكلام محمد بيه عبد السلام ان هو هيروح صح مظبوط. الراجل مشكورا بعت لنا امبارح. واحنا بعرضه على مجلس الاداره دلوقتي. وانتوا عرضتوا 5 مليون جنيه ويستاهل. لا بيستاهل. لا اوكي بس انا بتكلم على الرقم ده مظبوط فعلا. طيب اخيرا يا مرتضى بيه الكلام كتير على ايمن حفني فهل بالفعل في موافقه من طلائع الجيش؟ بنتكلم عن لاعب في مؤسسه عسكريه. هل في بالفعل موافقه ولا لسه الامور معلقه؟ بص ايمن حفني ماشيه دلوقتي هو ويليام جيبور. ماشيه دلوقتي فوق كوبري العباسيه. ماشيه فوق كوبري العباسيه هي ايه اللي ماشيه؟ يعني راح على فاهم خلاص والفلوس راح على يعني الفلوس رايحه على طلائع الجيش دلوقتي؟ دلوقتي هتلاقيها فوق كوبري العباسيه دلوقتي. ايمن حفني وويليام جيبور. نشكر دي يعني نشكر هذه المؤسسه العسكريه المحترمه. كلمتهم ما بيرجعوش فيها. احنا كده بنتكلم تقريبا في 10 لاعبين يا مرتضى بيه. 10 لاعب تقريبا في 10 لاعبين. كلهم وكلهم تقريبا منتخب كلهم. لا انت يعني الاسماء اللي انت مختارها دي كلها اسماء عظيمه جدا ما فيها. لو انت قلت قبل كده لو الزمالك جاب اللعيبه دي ايام ما كان بيتردد مجرد كلام. لو الزمالك جاب اللعيبه دي انت نفسك قلت يبقى ده اعظم صفقات في التاريخ. لا يا صفقات في منتهى القوه. الحقيقه يبقى بقى مدير فني يقدر يرجع لمجلس الاداره كله تعاونهم. وكان في طبعا ناس شغاله العميد احمد سليمان ومع احمد مرتضى واحمد جلال ابراهيم. مصطفى سليمان خايف انسى حد بهاني زاد ده نشاط الاجتماعي. وشريف وكل الناس اللي بصراحه يعني كل المجلس بتعاون. طبعا الدكتور حازم انه بينامش راجل بيمضي الشيك الساعه 2 بالليل بيمضي يعني مضى شيك باسم بليل الساعه 2 بالليل يعني. ففي تعاون في تعاون مجلس اداره لاول مره. انا بشوف انا في مجلس اداره من 92 لكن انا اقدم مش عايز اقول لك رئيس نادي اقدم عضو في مجلس اداره الانديه كلها هو الحمد لله بفضل ربنا وثقه الجمعيه العموميه. عايز اقول لك انا لم ارى مجلس اداره بهذا التعاون وهذا الحب واخد بالك. وعشان كده اللي بيخرج من المنظومه دول متشكرين اتفضل. طب ليه هاني شكري قدم استقالته وقال ان القرارات فرديه وكذا وكذا مرتضى بيه؟ طيب يعني انا معايا المجلس كله. انا بس كل واحد في المجلس هيخليه يكلمك نص دقيقه تمام. ادي واحد. اثنين هاني شكري سيحول الان الى نيابه الاموال العامه العليا لسبب بسيط جدا. انت ترضى ان يبقى لائحه واضحه عندي ان والقانون ممنوع رئيس نادي او عضو مجلس اداره يتعاقد بالذات او بالواسطه بيع او شراء او ايجار او باي تعامل واخد بالك حتى الدرجه الرابعه وهي الاستاذ هاني شكري شركه اعلانات تبع سيادته واخد بالك يتفق معاها ايام الانتخابات من غير ما ليه ما عندي خسائر. وعلى فكره الكلام ده مذكره موجوده وعارف الكلام ده عشان سبق وقال لك عايز امشي. 2 مليون جنيه اهدار مال على النادي ينفع ان هو يجيب شركه راعيه تبعه هو ها؟ تبعه هو اللي جايبها وبيشتغل معاها يتعرض على المجلس واحنا قاعدين كده نتفرج. انا قلت له يا حبيبي الكلام ده مش هيمشي لكن انا هاخد لك واحد واحد. ادي الاول السيد نائب رئيس النادي معاك اذا كان في قرار فردي بيتخذ يقول لك معاك احمد بيه جلال. كابتن متحف ازيك؟ اهلا يا احمد بيه. انا عايز ان الميكروفون يبدا وينتهي عند حضرتك لان مش معقول طبعا يعني انت تجب كل يعني كل اذان صغير. يا احمد بيه اتفضل. لا طبعا احنا انا بتاكد على كلام الاستاذ مصطفى. احنا بقينا مجلس متعاون ومجلس بيشتغل من اول لحظه دخلنا فيها الانتخابات. يمكن احنا ما بننامش والله. يمكن انا بستاذنه يومين بس اشوف ولادي حتى عيد ميلاد بنتي ما شفتوش بسبب ان الرئيس ما قعدنا هنا في النادي 24 ساعه شغل في النادي عشان خاطر نادي الزمالك وحب الاعضاء. الصفقات المتوليه حضرتك يمكن انت لو بتتابع على الفيسبوك شغالين في كره القدم والطايره والسله والهاندبول يعني كل يوم لينا صفقه في حاجه معينه. يمكن اخيرا امبارح
من نادي الجزيره جبنا الحمد لله الشريف ورامي جنيدي ابطال ونجوم منتخب مصر في السله ان شاء الله. فطبعا احنا كل يوم الحمد لله مجلس ادارتنا شغال، لكن الحب موجود والتعاون موجود والمشروع المرتضى لمس مننا كلنا عايزين نعمل حاجه، عشان كده هو بصفه الاب هو بيحتوينا كلنا. يعني انا بتكلم عن كل الزملاء فعلا كلنا حاطين اسم نادي الزمالك قدامنا، كلنا عايزين نعمل حاجه، الصفقات كلها بنشتغل فيها الحمد لله. لو تشوف احنا كلنا قاعدين في النادي في وسط التطوير اللي موجود في النادي. يمكن المشروع المرتضى امبارح اولا ما عندناش سحور، هو كل يوم مزعلنا ومروحنا بعد السحور على الساعه 4 5 الصبح. فالحمد لله يعني احنا بناكد على كلامه. يعني انت يعني انت مش موافق على استقال الاسباب اللي قالها الاخ هاني شكري انه القرارات فرديه ولا يوجد جماعيه ولا كذا ولا كذا؟ مش موافق. بيبقى في تعاون، لا بيبقى في تعاون وفي شد وجذب وبيبقى في راي وراي اخر، لكن في الاخر بنصب كلنا في مصلحه ان احنا عايزين نادي الزمالك. طب ليه الدكتور عبد الله جورج اعتذر يا احمد بيه؟ ولكن للاسف في استعجال، وانا كنت يعني انا كنت عامل دور كبير ان انا ان شاء الله كنت ننهي الخلاف داخل، يعني هنشوف الدنيا ربنا يسهل ماشيه ازاي. طيب في حاله يعني لانه هو مرتضى بيه بيقول انه هيحوله للنيابه العامه، يبقى اذا الامر رجوعه اصبح مستحيل. السؤال انا لسه سامع منه الموضوع الانادي، فلسه هنشوف ايه موضوع الانادي، لان ما كناش موجودين في هذا المجلس. احنا لسه مجلسنا كان من 28/3، فاعتقد الموضوع ده كان قبل الانتخابات. انا ما اعرفش بصراحه حاجه الموضوع، فلسه الرئيس هيعرضه عليه مجلس الاداره. طيب عبد الله بيه جورج، انا عارف ان هو اعتذر عن التصعيد، هيبقى الدور على محمود بيه معروف، انتوا عارفين طبعا الكلام ده. يعني تقريبا لو استاذ عبد الله جورج واستاذ محمود معروف وراه كابتن سيد متولي. وراه ده هو اول سيد متولي بعد محمود معروف. بالظبط. اوكي. طب الدكتور حازم يسيم. طيب ماشي. اهلا يا فندم. اهلا يا حازم بيه، مساء الانوار. هنهي عند حضرتك الحوار عشان ما اعطلكوش اكتر من كده، كل اذان صغير حازم بيه اتفضل. لا انا عاوز اقول لحضرتك ان يعني انا واحد ما كنتش ناوي انزل انتخابات، وقلت للمستشار مرتضى اياميها انا لو جيت هكون متعب لكم، قال لي بالعكس انا احب اسمع واعرف عشان تكون حمايه لنا كلنا. وبالتالي المستشار مرتضى قد يرى البعض ان هو متسلط في اتخاذ قرارات، لكن هو عمره ما خد قرار قبل ما يحب يسمع راي الناس كلها. بيسال رايكم يا جماعه كذا، وبعدين في الاخر القرار هو بيقول وجهه نظره، والقرار بيبقى لاغلبيه الناس. وياما اتخذ قرارات هو ما كانش موافق عليه، لكن دايما بيحب يسمع راي الناس قبل ما بيقول رايه هو في النهايه. اشكرك يا حازم بيه، وبالتوفيق. وبالتوفيق. اشكرك، شكرا جزيلا. يعني اذا الامر واضح تماما. معايا حد؟ اهلا هاني بيه. طيب نختم عند حضرتك هاني بيه، اتفضل. جيت عليا انا بقى وهتقطع عليا؟ لا لا لا، مع حضرتك اتفضل، مع حضرتك اتفضل هاني بيه. الحمد لله احنا ربنا موفقين. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن مدحت. نعم. العشر لعيبه اذا قلنا عشرة، والله انا مش عارفه ايه هو ما شاء الله، يعني ما جاتش اعتقد الصفقات دي كلها من فراغ. نعم. جاتش من ساعه ما نادي الزمالك اتعمل. انا فاكر مره بس كان برضو المستشار مرتضى منصور كان نائب رئيس النادي وكان رئيس لجنه التعاقدات، جبنا برضه لعيبه قد كده اللي هي الجيل الذهبي اياه بتاع حازم امام اللي احنا خدنا بيها الدوري وكسرنا الدنيا كذا مره. نعم. مستحيل هتيجي الصفقات دي كلها الا لو يبقى في تعاون كامل ما بين اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره. بالظبط. مستحيل. بالظبط. فانا بالزبط. من هنا برضه بعد الخبره والاقدميه والليله بتاعتي كلها، انا معتز ان انا بالامانه ان انا في المجلس ده اللي ان شاء الله هنرجع البسمه للزملكاويه باذن الله. تمام تمام. انا بشكرك يا هاني بيه وبتمنى لكم جميعا كل توفيق. اشكرك، شكرا جزيلا. الو. اشكرك يا مرتضى بيه. عايز اقول لك كلمتين. دي منظومه شغاله. نعم. اي حد هيعرقل، احنا النهارده يعني حولناه لنيابه الاموال العامه وقبلنا استقالته، واخد بالك؟ ده بقى له اربع جلسات ما بيحضرش لوحده، وجاي النهارده وانت عندك دوره رباعيه، وكل الامل الزملكاويه ان ربنا يكرمنا بكره ويوم الاثنين ان شاء الله. نعم. يضرب كرسي في الكلوب. لا الكلوب هو جه فيه هو، وبقول له تاني روح نيابه الاموال العامه، قول للشركه، قول للشركه اللي انت عملتها دي كنت عايز شركه الراعيه بتاعتك انت ازاي كنت عايز تخليها ترعى النادي، تقول لي الاعلانات اللي بقى 2 مليون جنيه ما يدفعش ثمنها، واخد بالك؟ انما ده الشغل ده شغل قديم قوي، ومش على فكره لن يتاثر بيه. احنا بنعمل الصفقات زي ما انت شايف كلها صفقات محترمه. طبعا طبعا طبعا. المبنى الاجتماعي خلاص المقاولين العرب شغالين فيه الحمد لله. 6 اكتوبر الرخصه خلاص خلصت ونفتح باب الادويات فيها. بنعمل حمامين سباحه جداد يا استاذ مدحت، النادي من سنه 60 ما فيهوش الا حمام واحد. كل ده بنشتغل فيه، فاي حد هيحاول يضرب كرسي في كلوب هو اللي عور نفسه. طبعا. مسيره ماشيه
وبنقول له احنا كنا نتمنى ان احنا نشكره حتى لو قدم استقالته، لكن الالفاظ البذيئه اللي وردت في الاستقاله والكلام اللي لا يليق يتقال على مجلس اداره محترم. تعرف دكتور حازم ياسين ده استاذ المحاسبه في الجامعه، واخد بالك طبعا، يعني وعميد احمد سليمان ورحبه برجي كلهم شخصيات محترمه طبعا، واخد بالك. فلما يجي يقول على شخصيات محترمه هذا الكلام البذيء هيتحاسب عليه حساب عسير، لان هو عارف وعامل ايه، وبقى له 4 جلسات ما بيجيش، عارف ان الجلسه النهارده كانت هتسقط عدويته طبيعي. انت عارف سمعت هتلاقي بيغيب 3 جلسات متتاليه بتسقط عدويته. نعم. هو كان بيسبق، لا مفيش الكلام ده عندنا. احنا الحمد لله اصغر عضو في النادي في مجلس الاداره احنا عندنا شريف ومصطفى سيف، وهم للاسف هم قدامي اهو عايزين ننط في التليفون عشان يقولوا لك ايه اللي قالوا دوت. حبيت انا بشكرك جدا، اشكرك يا مرتضى بيه، واتمنى لكم مجلس ادارتك محترم وشغال على المستوى الاجتماعي والمستوى الرياضي ان شاء الله. شكرا جزيلا، اتمنى لكم كل التوفيق. يعني خلاص الامر اسدل عليه الستار، اخبار هامه لابد ان